لا ينام. اتعرف بحضرتك. حضرتك مالك؟ انور حسن الحمد. حضرتك ايه سبب ان انتوا واقفين النهارده محتجين؟ المرتب لحد النهارده ما قبضناش المرتب. بقالكوا كام شهر؟ احنا كل شهر ياخر المرتب علينا. اول بدايتنا اخروا اليوم 3 في الشهر. قلنا ازمه وحال البلد وظروف البلد. رجع اخروا بعد كده اليوم 5. اليوم 7. النهارده لحد النهارده مش راضي يقبض المرتب. مع المقاس. مين هو اللي مش عايز يقبض؟ رئيس مجلس الاداره طلع العزيز. لحد النهارده ما اديناش المرتب، خدت بالك؟ غير ان لينا 6 شهور ارباح ما نعرفش عنهم اي حاجه لحد دلوقتي. جميع الشركات المعدنيه قبلت ارباح، حلو الصلب، النص المواسير، جميع الشركات متعثره ومديونه معطل من 400 مليون وقبضوا ارباح، واحنا ما خدناش 6 شهور بتوعنا ما كملناهمش. ما خدناهمش، خدت بالك؟ ده غير التامينات والضرايب اللي بتتخصم منا ما نعرفش عنها حاجه. بيتخصم منا 21 و22% تامينات وضرايب، ما سمعناش في اي شركه بتخصم 22% تامينات وضرايب. بقالنا 3 سنين ما خدناش هدوم نشتغل بيها، يعني هدوم انا عشان اشتغل بشتري لبس عشان اشتغل بيه، بشتري بدله وبشتري جزمه عشان اشتغل بيها. طب ايه رد الاداره على ان انتوا ما بتاخدوش مرتبات؟ ما فيش هدوم. ازاي يا فندم؟ يعني في ناس بتقبض وناس لا؟ يعني اللي ماشي تحت جناحه اللي يركع ويسمع الكلام يقبض. واحنا اتوعدنا لغايه يوم 9 في الشهر نشتغل لحد يوم 9 ونقبض، واشتغلنا لحد يوم 9 وما قبضناش. ناكل عيالنا منين؟ احنا موظفين، احنا موظفين اللي حالتنا المرتب